هي اسمعي، ون اوف ذا كي بلايرز بهيدي المباراه علي منصور. هلا كريم كان عم بيقول انه رح تهدوا الجمهور هلا نيكست ضد بيروت ا بيج وين، هل بتاكد على هذا الحكي؟ هلا اكيد يعني من هي هيدي جيم 5 اون 5، حيالله ليلي حيالله فريق بلا دبلوماسيه الي له، اكيد نقعد جمهورنا نحن ان شاء الله. بقول لك غياث بلا دبلوماسيه ان شاء الله يواكبونا بهيدي الجيم لانه على ارضنا، واكيد الهدف تاعنا هلا يعني عم ناخذ جيم باي جيم ضد بيروت. اتس ا بيج بيج جيم لنا، سو هلا كل تركيزنا على هذا الجيم، وان شاء الله كمان نقدر ناخذ هذا الفوز ونخلي الكلين شيت على ارضنا. يعني من هذيك السنه لهالسنه ما خسرنا ولا جيم، سو ان شاء الله بنكفيها. هلا نيكست جيم ضد بيروت، اكيد انت انه جيم شوي صعبه، بس فيك تقول انه رجع الرياضه بالكاركتر تبعه القوي عم يثبت انه الرياضه يمكن انبيتبل هلا؟ صعبتيها شوي، بس ايه يعني نحن شوي جيم باي جيم عم بيعلى مستوانا، والهدف تاعنا انه نكفي 40 مينتس على نفس الريذم، يعني عم ضلنا وي بريشينج ذا بول، عم ضلنا نعطي باسكت حلو، وهذا الهدف تاعنا جيم باي جيم نتحسن، وان شاء الله جيمة الجاي بنهديها للجمهور الرياضي. بس بلاك